بن ساسي. لطفي بن ساسي. اه يا ابو لطف، اليوم مش نعملوا شوية تاريخ؟ احنا توا في اجواء متاع انتخابات، هاك تشوفوا الدنيا تبارك الله اجواء وحافلة، اي نحكيوا شوية على الانتخابات. باش نحكي لكم على انتخابات 1957، مي 1957 اللي هي الانتخابات البلدية في تونس. مش لازم تلوجوا على الانفورماسيون في جوجل، راكم ماكمش تلقاوها الانفورماسيون هذه، ما تنجموا تلقاوها كان في المكتبة الوطنية. عام 57 في مي صارت في تونس انتخابات بلدية، وبورقيبة كان مقدم روحه في المستير. 57 بورقيبة مازال ما ولاش رئيس، والباقي مازال موجود، دونك كانت الإيالة التونسية. بورقيبة قدم روحه وقتها، شكون فما في الحياة السياسية التونسية؟ فما اليوسفيين، وفما خاصة الشيوعيين. خرجت النتائج وبورقيبة مربحش في المستير، مربحش بورقيبة في المستير، ربح واحد اسمه خفاشة، مش الذي خفاشة يرحمه، واحد آخر اسمه خفاشة. عد وقتها شو يقولوا الغلطة اللي صارت، الناس ما تعرفش تقرأ، قالوا لهم سطروا على الثالث، هي الورقة شو مكتوب فيها؟ فيها سطر الأول الإيالة التونسية، سطر ثاني الانتخابات البلدية، سطر ثالث بورقيبة، ومن بعد يجي خفاشة. العباد ما يعرفوش يقرا، قالوا لهم سطروا على السطر الثالث، الناس الكل شطبوا على بورقيبة. هذه في قراءة، في قراءة، في قراءة أخرى قال لك الناس وقتها ما يعرفوش بورقيبة، وبورقيبة أبريتو ما عاش في المسير، هو عاش أكثر الأكثرية في تونس، ومشاو الأكثر للحاصل. الانتخابات هذه خسرها الحزب الدستوري في المستير، وخسرها في نابل. وقت بورقيبة ولا رئيس، الولاية بتاع المستير بتاع نابل اللي كانت في نابل رجعها في قرنبالي، معناها عاقبهم لحالهم الولاية. علاش نحكي في الحكاية؟ على خاطر الانتخابات كانت طول عمرها مفاجآت، وتونس كانت طول عمرها مفاجآت. واليوم معناها شفتوا هالدورة الثانية اللي جاية شادة في حاجة تصير، يطلع الإقبال، يطلع الإقبال، وحاجة ما تصيرش كيما توا شيء ما هو صاير، تزيد تطيح نسبة الإقبال. مش مازال عندنا، مازال عندنا تقريب 15 يوم للانتخابات الجاية تقريبا. لوكات هكا فيفري، هكا لوكات مفروض. شنو الانتخابات الدورة الثانية؟ ليه 29 29 البارح معنا نسيت الله غالب الكمال ولله. لا لا شد امورك، بعد ما ينساش مثلا موعد الانتخابات الدوره الثانيه كانت تنساها ما المواطن شو يعمل. دونك يلزم تصير حاجه. لو كان انا جيت رئيس جمهوريه، الله لا يقدر، الله لا يعطيك الشيء عليه، زدنا عاشنا بيه، وعندي انتخابات وعندي نسبه مشاركه ب 10%، وانا خايف لا نرعش له النسبة المشاركة هذه تزيد تطيح، يلزمني ناخو اوموا قرار جريء قوي نزعزع به الدنيا، على خاطر لو كان ما يصير حتى شيء. شوف اش قلت لي؟ قرار، قرار جريء وديع. لا لا لا، جريء 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 اوزي. على خاطر زيارة الفشائية باهي، اما راو القرارات الفجائيه احسن واحسن.